مشكلة الدراسة. معظمنا يرى أن المذاكرة موضوع صعب ومجهد جدا، لكن في الحقيقة هي ممتعة، لكن المهم نعرف كيف ننظمها وحتى نتمكن من تنظيمها. يجب علينا تنظيم حياتنا من خلال بعض الخطوات البسيطة التي بدورها تسهل علينا عملية الدراسة. عقل الإنسان، الاسترخاء، النوم من 6 إلى 7 ساعات، هدوء الأعصاب. يجب الحصول على قسط كافي من النوم حتى يتم تنشيط العقل. فالراحة هامة لاستيعاب المعلومات حتى لا يكون التأثير سلبي وليس إيجابي. تنظيم الجدول. جدول أسبوعي لتقسيم أيام المذاكرة والمواد والأجازة. يجب تقسيم المواد المراد مذاكرتها على مدار أيام الأسبوع وأخذ يوم كامل أجازة لتغيير جو المذاكرة ولتنشيط العقل حتى يستوعب معلومات جديدة. تقسيم اليوم. تقسيم اليوم والعمل على ممارسة الأنشطة بصورة طبيعية. يجب تقسيم اليوم الممارسة حياتك اليومية وكسر روتين الدراسة، فلا تجهد عقلك وجسمك بالمذاكرة طوال اليوم. والأفضل أن تجعل بين كل فترة مذاكرة فتره قصيرة للراحة. إلغاء المؤثرات. البعد عن المؤثرات كاستخدام الأجهزة الإلكترونية، منعا للتشتت. المذاكرة في بيئة خالية من أي تشتت ذهني تساعد على التركيز. يجب منع استخدام الأجهزة الإلكترونية أو التليفون في وقت المذاكرة، وذلك لزيادة نسبة التركيز وعدم التشتت في استقبال المعلومات. الجسم والصحة. الجسم والصحة، الاهتمام بنظام غذائي سليم متكامل لتنشيط الجسم. من الضروري أن نمد أجسامنا بكل ما تحتاجه من غذاء سليم وصحي، فيجب الاهتمام بشرب العصائر الطبيعية وشرب المياه من 2 إلى 3 لتر يومياً، والاهتمام بالأكل الصحي وتقليل الزيوت والدهون وممارسة الرياضة. خطوات المذاكرة. عند المذاكرة يجب التركيز على ما تذاكره فقط، ولا تحاول أن تفعل أي شيء آخر جانب المذاكرة حتى لا يتشتت تفكيرك ويقل تركيزك، وبالتالي لن تصبح للمذاكرة قيمة. نقوم بقراءة مبدئي للمعلومات المراد مذاكرتها ثم العمل على تقبل تلك المعلومات ومحاولة فهمها واستيعابها بدل محاولة حفظها دون أي فهم، حتى تستقر المعلومات في عقولنا. ولمعالجة موضوع النسيان، فمن الأفضل أن تقوم بمراجعة ما تم قراءته ومذاكرته في خلال 24 ساعة من وقت المذاكرة لمحاولة استرجاع المعلومات في العقل. ولتنشيط العقل أثناء المذاكرة يمكن الاستماع للموسيقى الهادئة
واختيارها بطريقة صحيحة، وأيضا تناول أكلات خفيفة أو شرب عصائر طازجة حتى لا نشعر بالملل أثناء المذاكرة. يفضل قابل مذاكرة الماده مرة أخرى أن يتم مراجعة سريعه لما تم مذاكرته في المرة السابقة، وذلك من خلال اختبار بسيط لقياس كمية المعلومات التي تم دراستها والإعادة على ما تم نسيانه. كما أنه يوجد طريقة قد تكون فعالة لبعض الأشخاص، وهي عمل جروب مكون من عدد قليل من الأصدقاء ويقوم بالمشاركة بينهم في المعلومات، وذلك ليعطي حافزا أسرع وحماس كنوع من أنواع المنافسة الصحية. الفكرة: فالدراسة ليست بالشيء المستحيل فعله، لأنها هي الباب لتحقيق أحلامك. فحتى تنجح في حياتك وتحقق أحلامك، يجب عليك أولا أن تتعلم وتفتح مجالات جديده للعقل حتى يفهم ما يحدث حوله ويقوي قدرات ذهنيه. الخلاصة: الدراسة أسلوب حياة، تنمية عقل الإنسان وقدراته المعرفية، تقوية الشخصية والاستقلال بذاتك، معرفة الحياة وفهم من حولك، تحقيق أحلامك بطريقة واقعية، تطوير قدراتك العقلية وتنظيم حياتك اليومية، الإحساس بالراحة النفسية نتيجة للنجاح. المعرفة حياة.